قام تحت رعاية معالي وزير الثقافة هيفاء النجار ومناسبة أسبوع التوعية الدماغية ملتقى أسرار الدماغ ثقافة صحة وعلم يوم الجمعة والسبت 11 و12 3 ليساعدوا المعلمات والمعلمين والأهل ومقدمين الرعاية والمختصين على معرفة المزيد حول أحدث علوم الدماغ اللي طبعا يعني تعمل بها تشكيل أدمغتنا وكيف تعمل أدمغتنا بما في ذلك أدمغة اليافعين والأطفال. يقام ملتقى أسرار الدماغ بتنظيم من مجلتان نكهات عائلية وفاميلي فليفرز ومركز مايند ماترز للسنة الثانية على التوالي. طبعا بجمع هذا الملتقى 14 خبير وخبيرة لتزويدنا بأحدث المعلومات حول تعزيز قدرات الدماغ. معنا اليوم على الهواء مباشرة الدكتور أحمد السالم اختصاص الطب النفسي والصحة النفسية وعلاج الإدمان وهو أحد الخبراء المشاركين في هذا الملتقى. رح نتحدث أكثر عن الملتقى عن شعورنا بالسعادة عن القلق عن الاكتئاب والإدمان وعلاجه. وإحنا اليوم منشاهد وما أكثرهم اللي بحكي لك أنا بمر اليوم بحالة اكتئاب. هل هو هذا فعلا اكتئاب حقيقي ولا هو فقط إحباط من ضغوطات الحياة؟ بدنا نرحب بالدكتور أحمد السالم. يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ معن. أهلا فتحنين. يا أهلا أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج عالطريق. إحنا بنسمع عن السعادة واللذة، شو الفرق بيناتهم؟ بدي هلا اجمالا يعني رب العالمين خالق دماغنا بطريقه يعني خلينا نقول ابداعيه عظيمه سبحانه وتعالى. ونعم. هلا في البدايه اللذه تترجم بالدماغ على انه في مادتين مهمات في الدماغ، واحد اسمه اندورفين واحد اسمه دوبامين. طبعا هذا في الملتقى سنتكلم عنهم اكثر. هادول بيخلونا نشعر باللذه لثواني معدوده. تمام. اللذة اللي احنا بنستطعم فيها لما نصادف اي شيء جديد او اي شيء لطيف معين صار معانا بالحياة. نعم. ولكن السعادة في الدماغ امر اخر وامر مختلف. السعادة في الدماغ معناها انه في برضو ناقلين عصبيين اخرين بالدماغ، واحد اسمه سيروتونين وواحد اسمه نور ادرينالين. جميل. هدول لما يتدفقوا بشكل مستدام لفترات طويلة بالدماغ الإنسان بشعر بالسعادة وبالسكينة وبيكون شاعر بالطمأنينة، وبيكون لما يكون في أي حدث معين بسيط يعني زي مثلا واحد يطلع مثلا من شباك بيته ويكون ماسك كاسة الشاي قادر يستمتع مثلا بكاسة الشاي وقادر يستمتع بأنه يطلع على الناس الرايحة والجاية ويستمتع مثلا بأنه والله أشعة الشمس قاعدة بتعرض قاعد لأشعة الشمس. جميل. هذه السعادة البسيطة هي عبارة عن عمل مستدام من الدماغ لإفراز مادتي السيروتونين والأدرينالين. هذول هن المادتين الأساسيتين اللي سعادتنا وطمأنينتنا وقدرتنا على الاستمتاع بطعم الحياة. جميل. مبني عليهما. طب دكتور إذا اليوم بدي أضلني في نفس هذا السؤال، هل الدماغ يتمرن مثل أي عضلة عشان أنا أضل دائما سعيد بالرغم من صعوبات الحياة اللي أنا بعيشها؟ هل بادر أنا دائما أكون قادر بالتحكم بإفراز هدول المواد حتى أكون شخص سعيد في الدنيا؟ يا سلام عليك يا سلام عليك. هلا إحنا خلال وجودنا أستاذ معن في يعني الكوكب الأرض رب العالمين أنعم علينا في آخر تقريبا 80,000 سنة الجنس البشري صار له عايش على سطح هاي الكرة الأرضية، وربنا عامل دماغنا بطريقة جميلة بحيث إنه سواء الإنسان كان عايش في الحضارة هاي خلال آخر 200 سنة بنفوت السيارات وبنطلع المكاتب وبنروح في حياة اللي بنسميها حياة كسولة شوية. تمام. هذه الحياة الكسولة هي غير متفقة مع 100,000 سنة السابقة من تاريخ البشر اللي الإنسان كان فيها عبارة عن فلاح وكان عبارة عن صياد وكان عبارة عن محارب وهكذا. نعم. خلال 99 خلينا نقول 1,000 سنة اللي عشنا فيها على سطح هذه الكرة الأرضية ما كان في كمية اكتئاب ولا قلق زي الآخر 200 سنة. لماذا؟ بالرغم من توفر كل هاي بالضبط. يعني الآن في لذة وفي رفاهية بس ما في سعادة زي زمان، ما في طمأنينة زي زمان لأكثر من سبب. أولا كمية تعرض الإنسان للشمس صارت أقل. نعم. طولا واحدة. تمام. هذا رقم واحد. رقم اثنين كمية ممارسة الإنسان للحركة الجسدية، يعني زي مثلا
زمان الإنسان كان صياد وكان محارب وكان مزارع فما كان في داعي يلعب رياضة. الآن الرياضة اتسمص، هذه شغلة يجب أن الإنسان يعملها. تمام؟ لما الإنسان يضل قاعد في الشغل 8 ساعات ويضل قاعد في ويضل نايم 8 ساعات وبعدين شوية صغيرة بيتمشى خلال اليوم، هذه لا تعتبر رياضة. فالدماغ غير قادر بصفي على إنتاج الأدرينالين زي لما الشخص زمان لما كان الإنسان صياد أو لما كان مزارع. تمام؟ هذا رقم واحد. فالتعرض للشمس وممارسة اللياقة البدنية أو الحركة، هدول لحالهم بيعطونا جزء كبير من السيروتونين والأدرينالين اللي دماغنا بحاجتهم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الأكل الصحي والنوم الصحي. يعني أنا بزعل كثير على أنه فينا معاها فلوس كثير وبتاكل أكل مش كثير صحي، وهذا الأكل ما في اللي خلينا نقول الكمية من الأغذية اللي قادرة على مساعدة الدماغ لينتج سيروتونين وأدرينالين. هذول شغلتين مهمات. وطبعا العلاقة مع الله والأمور الروحية طبعا. يعني بالنسبة لنا كذلك بنحكي لبعض الناس الغير متدينين أو الغير مؤمنين، على الأقل يمارسوا التأمل. يعني هاي الخمس أشياء حقيقة هي العمود الفقري لإنتاج السيروتونين والأدرينالين، فبالتالي لشعورنا بالطمأنينة والقدرة على استمتاع بطعم الحياة. طب الدكتور أحمد، خلينا نحكي شوي عن القلق والاكتئاب، نفسره أكتر، نحكي عنه أكتر، نعرف عنه أكتر عشان الواحد يقدر يفرق هل هو فعلا هلأ عايش بحالة قلق. يعني في هل تستدعي حالته العلاج؟ لأنه عم نشوف في حالة من الإحباط الكبيرة بين الشباب بشكل عام. تمام. خلينا أستاذ معين أسهل عليك السؤال. يعني مثلا شخص كان بفترة قبل فترة كورونا يعمل فلوس، بعد فترة كورونا انضرب البزنس تبعه من غير شر مثلا وبطل يعمل فلوس نهائيا. تمام؟ هلأ هذه وعكة نفسية، كيف الإنسان مثلا بيمرض مثلا وبيصير عنده وعكة صحية، في إشي تاني الإنسان بيصيبه اللي هي ضغوطات نفسية أو وعكة نفسية. تمام؟ هذا الضغط النفسي إذا خرب المزاج لفترات محدودة من اليوم مش لمعظم اليوم. تمام؟ معناها الإنسان بمر بظروف صعبة، وهو عبارة إذا استمر بالأكل الصحي، بالنوم الصحي، بالصلاة، بالتعرض بشكل كافي للشمس، بلعب الرياضة كذا، وطبعا إنه يحاول يحل مشكلته، يدور على شغل، يحسن السي في تبعه، ما يستسلم. جميل. في هذه الحالة هو حيطلع من الموضوع بدون ما يحتاج لا طبيب نفسي ولا معالج نفسي. أو تمام أوكي. ولكن إذا معظم اليوم المزاج سيء، كان حزين تمام لمدة أكثر من أسبوعين، وهو كمان الشخص غير قادر مثلا على الاستمتاع بطعم الحياة في معظم اليوم وما فيش عنده مشاعر تجاه أي شيء. أيوة بالضبط، تبلد في المشاعر، تبلد في الحديث. أوكي. هنا لا، بده يدق باب الدكتور النفسي وبده يقول له دكتور صح إني أنا خسرت شغلي، أو صح إني أنا دخلي نزل، أو صح مثلا أنا صار معي مشكلة عاطفية أو شو ما كان. تمام؟ بس المفروض إنه الإنسان يشعر في هاي الفترات بحزن في أوقات معينة من اليوم. يعني لما يكون خاصاً قاعد لحاله بتذكر، مش قاعد مع الناس اللي بيحبها مثلا، مش قاعد بلعب رياضة، مش قاعد كذا، تيجي هاي الأشياء في باله وبتألمه نفسياً، مفهوم هذا الكلام. أما يكون الحزن والألم يعني مستمر يعني يرخي بظلاله على كل اليوم لمدة أسبوعين فما أكثر، لا، نقطة على السطر وراجع طبيب نفسي. جميل. لا يمين ولا شمال. على الأقل في كثير ناس بيقولوا لنا دكتور كشفياتكم غالية وكذا وهيك، بدنا على الأقل يراجع طبيب. بعدين إذا استدعى الموضوع تحويله لطبيب نفسي بيتحول لطبيب نفسي. رائع. يعني هاي شغلة مهمة. طيب بس أكمل سؤال الحنين. تفضل. لما حكت لي طيب شو الفرق بين القلق والاكتئاب؟ أيوة بالضبط. القلق نفس الإشي، إذا الغالب على المزاج لفترة أكثر من شهر إنه أنا مهموم وبفكر في المستقبل والآن وخايف، ورافق ذلك آلام جسدية زي صداع، دقات قلب سريعة، خطفة نفس وما إلى هنالك، برضو بدي أحط نقطة على السطر وأطلب طبيب أو طبيب نفسي علشان في احتمال اضطراب القلق العام بدأ
يصير عند هذا الشيء. كونك ذكرت هذا الشيء دكتور، الأوفر ثينكينج يعني اليوم كثير بنمرق الناس بحكي لك أنا بفكر زيادة عن اللزوم، يعني هذا القلق من المستقبل وخوف من المستقبل هو يمكن مرض العصر صار. صحيح، عند الجميع، في عند الكل، إنه في عنده قلق دائم، في تفكير زائد. شو كيف ممكن أن نعالج أو نوقف هذا التفكير الزائد؟ أيوة، ما هذا برضو يعني أستاذ معين اللي بنحكي فيه، يعني زي مثلا شخص مثلا تعرض لشخص شاب صغير عمره 18 سنة رسب مثلا في التوجيه، تمام؟ هذا الموضوع بالنسبة له مؤلم، إذا فكر فيه يعني بشكل مستمر لفترة ولكن ما تأثرش أكله ولا نومه ولا شربه وما كانش عنده تمنيات موت وما حسش انه مستسلم و الى اخره، وكان قادر يطعم بطعم الحياه وحاسس بتوتر ولكن قادر انه بفترات ياخذ بريك، لما يعني مثلا يطلع مع اصحابه كذا، يطلع له ساعتين زمن ويرجع على البيت وكذا، هنا انا بقول انه الشخص مهموم ولكن هذا التوتر مسيطر. التوتر صحي. الزلمه قاعد بفكر كيف مثلا ياخذ دروس مثلا خصوصي ويجيب كراسات من هون ويجيب ملخصات من هناك وكذا، لانه في امامه تحدي بده يخلص منه. هذا توتر حميد، هذا ليس يعني مفيد. هذا معناه الزلمه مهتم، تمام؟ او الشاب مهتم، ولكن وين احنا اللي بنخاف منه؟ انه التوتر يكون كبير لدرجه انه يصير يعيقنا ومش قادرين نلاقي حل. جميل، جميل جدا. هنا معناته انا هذا الاوفر ثينكينج هو ليس تفكير زائد فقط، وإنما قد يكون جزء من اضطراب القلق. رائع. طب دكتور، بدنا نحكي إنه من خلال ملتقى أسرار الدماغ اللي رح يعقد يوم الجمعة القادم في مركز الحسين الثقافي أمانة عمان، شو الفائدة من حضور جلسات مثل هاي بالنسبة للأهل والتربويين؟ تمام. هلأ ستي، هو الفائدة للجميع، الفائدة للجميع هو إنه إحنا في العالم العربي مش بس في الأردن نبدأ نتطلع على الدماغ كعضو، يعني زي ما مثلا البنكرياس لما يبطل يطلع إنسولين الإنسان بصير عنده سكري، نفس الإشي الدماغ لما يبطل يطلع سيروتونين وأدرينالين الإنسان ممكن يصيبه قلق أو ممكن يصيبه قلق واكتئاب. استوعبت علي ستي؟ هي ربما يعني أهم يعني فكرة لهذا المؤتمر هي انه الناس تفهم انه الدماغ بيتعب زي ما البنكرياس بتعب، زي ما الطحالب بتتعب، زي ما الكبد بتتعب، زي ما الكلى بتتعب. بس تعب الكلى ببين بالفحوصات، تعب الدماغ ببين باعراض. ما في طبيب كتير بقدر انه هو يضل مثلا ياخذ فحوصات للسائل اللي حوالين الدماغ ليعرف شو أخبار الدماغ. صح. وبعدين إحنا اليوم لما نبلش مع الأطفال ومع اليافعين بسن صغير نتفادى مشاكل في الكبر عظيمة جدا يعني. آه طبعا سيدي، يعني هلأ إحنا في العيادة مثلا يعني مثلا بنستقبل الأطفال من عمر 6 سنين فما فوق. نعم. طبعا يعني هذا الطب النفسي للأطفال جدا مهم انه يزدهر في الاردن وفي العالم العربي، لانه اذا الناس من الطفوله يعني اذا الاب عرف انه انا لازم ادير بالي على نفسيه ابني. صحيح. من الطفوله الولد راح يعرف انه مش غلط انا حتى لما اكبر اروح على طبيب نفسي. والاب بصير عارف انه زي ما انا درت بالي على نفسيه ابني وهو طفل بدي ادير بالي على نفسيته وهو مراهق، وبدي ادير بالي على نفسيته وهو شاب. رائع. طب دكتور بشكل سريع، كيف ممكن الناس اليوم يسجلوا في هاي في ملتقى اسرار الدماغ يحضروا هذا الملتقى؟ تمام. هلا استاذي، هو يعني مشكورين مجله نكهات عائليه ومؤسسه مايند ماترز، يعني قاموا بهذه المبادرة اللي هي مبادرة ملتقى أسرار الدماغ. هي إن شاء الله حتكون اجتماعنا لتبلش فعاليات ملتقى أسرار الدماغ في مركز الحسين الثقافي اللي في رأس العين. وإذا أي حدا حاب يسجل بيقدر يتكلم على الرقم التالي. بتحب أنا الحضر؟ طبعا 0799-655-17-18. جميل جدا. دكتور أحمد السالم، اختصاص الطب النفسي والصحة النفسية وعلاج الإدمان، شكرا كثير لك ولنا لقاء في الملتقى إن شاء الله ولقاءات أخرى على الهواء. شكرا كثير لوجودك معنا بعطري. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.